النهاردة هنتكلم عن يوم ورا يوم طفلي بيسنن. التسنين من الظواهر الطبيعية اللي بتحصل في كل الأطفال. بنقول إن وقت التسنين تقريباً بيبتدي من الشهر السادس. في أمهات تيجي تقول يا دكتور أنا ابني عنده ريالة كتير من الشهر التاني، أنا ابني بيعضعض كتير من الشهر التالت أو من الشهر الرابع. التسنين إحنا بنقصد بيه إن السنة تخترق الفك وتطلع، لكن في مرحلة تانية إحنا مش بنشوفها اللي هي مرحلة قبل التسنين، اللي هو أنا بسميها جدر السنان بيطلع. السنة بتطلع جزء منها داخليا، ودي فعلا ممكن تسبق موضوع التسنين إن السنة تشق بحوالي شهر أو اتنين. فممكن فعلا الطفل يجي عند سن شهرين أو ثلاثة أو أربعة جذوره تاكله، جذور السنان تاكله، يبقى عنده أكلان عايز يعض على حاجة، وفي نفس الوقت دوت يبقى فيه معاه مصاحب لأعراض التسنين إن هو يبقى فيه ريالة كتير ممكن تحصل. لكن وقت التسنين اللي احنا بنتكلم عليه تقريبا 6 شهور، اول سنتين بتطلع من 6 ل 8 شهور. كنا بنعتبر ده حاجة مرضية لو اتأخرنا عن 8 شهور ونروح للدكتور نجري، لكن دلوقتي بعض الكتب بتتكلم ان احنا ممكن وقت التسنين يتأخر لغاية سن سنة. ده ليه؟ عشان احنا مش بنتعرض لشمس كفاية، معظمنا عايشين في مدن عمارات كبيرة، فمش بنشوف الشمس غير زمان. كان الناس مثلا عايشين في الريف الشمس كل يوم بيتعرضوا لها، فدي كان بتساعد ان التسنين يطلع او يظهر بدري. اول سنتين بيظهروا هما السنتين القواطع اللي لتحت، دول اول سنتين يطلع. بعديهم بشهرين بيطلع القواطع اللي فوق اللي في النص، يبقى 2 تحت و2 فوق، ده من تقريبا من 8 ل10 شهور. نيجي من 10 شهور لسنه يطلع الاثنين القواطع اللي على الجنب فوق، يبقى انا عندي 2 تحت، بعد كده 2 تحت و2 فوق، بعد كده 2 تحت و4 فوق. بعديها عند عمر سنه لسنه وشهرين بيطلع الاثنين اللي على القواطع تحت، يبقى نقولهم تاني، الاثنين تحت 2 تحت و2 فوق، بعد كده 2 تحت و4 فوق، بعد كده 4 تحت و4 فوق. طب في اطفال مش بتمشي بالقاعده دي؟ في اطفال بتمشي بمزاجها، ممكن تطلع 3 هنا و2 هنا، ممكن تطلع 2 هنا و2 هنا، مش شرط، ممكن تطلع اللي فوق قبل تحت. لكن احنا بنتكلم على معظم الاطفال ان هي بتطلعها امتى، لكن الطفل سنتين سبق وسنتين مفيش داعي، مفيش مشاكل خالص. بعد كده بيظهر اول دروس تقريبا عند سن 4 دروس، بيطلعوا عند سن سنه ونص، ودايما تقول الاربعه بيطلعوا في وقت قريب لبعض، ممكن يطلعوا مع بعض. بعديهم بيطلع 4 انياب، يبقى احنا عندنا فيه 4 دروس، بعد عند عمر سنتين 4 انياب، بعد السنتين عند سنتين ونص يطلع 4 دروس تانيين. يبقى احنا كده مجمل الاسنان اللي بتطلع عندنا في الاطفال 20 سنه. العشرين سنة متقسمين على كل فك 4 قواطع، 2 دروس واتنين أنياب، يبقى كده كل فك فيه 10 سنان، 10 فوق و10 تحت. العدد الأسنان بتاعت الأطفال هم 20 سنة موجودين، لكن الأدلت الناس الكبار بعد 6 شهور، بعد 6 سنين لما الطفل يبتدي يغير أسنانه، الكبار عندهم 32 سنة. الأطفال الصغيرة عندهم 20، الكبار عندهم 32 سنة. طيب امتى او اتصرف ازاي او اعمل ايه عشان ابني ما يتاخرش في السنين؟ يعني جت 6 شهور، جت 8 شهور، جت 10 شهور ولسه السنين ما طلعتش. طبعا اشور راي الدكتور، لكن لازم اخد بالي زي ما اتفقت معاكم في الكلام اللي قبل كده ان احنا ناخد فيتامين د من اول يوم في الولاده. فيتامين د ده ليه مفعول السحر. كنا زمان بنكتب فيتامين د عشان السنان، عشان العظم، عشان الحركه، لكن دلوقتي اكتشفنا ان فيتامين د كمان ليه دور للمناعه، وفي دور كمان كمضاد للاكسده، فبيخلي المناعه وصحه الجسم والذكاء بتاع الطفل احسن. فلو سمحتوا من سن يوم لازم نراعي ان احنا ناخد فيتامين د بانتظام. طب انا باخد فيتامين د والاسنان ما بتطلعش، اعمل ايه؟ اروح للدكتور واخد رايه، يا دكتور انا السنان متاخره. الدكتور بيحكم وعنده بارامترز كده، مقاييس يحكي فيها، يقول هل ده طبيعي ولا هل ده مش طبيعي، هل حاجه مطمئنه ولا حاجه مش مطمئنه. من ضمن الحاجات اللي انا بيتكلم فيها دكاتره الاطفال مع الامهات دايما مع فيتامين د اشعه الشمس. اشعه الشمس مهمه جدا، نعرض الطفل لاول 2 ساعة في الشمس واخر 2 ساعة في الشمس، ده بينشر فيتامين د. ولو الطفل ابتدى ياكل بناكله الحاجات اللي فيها فيتامين د زي صفار البيض، زي كبده الفراخ، زي الاسماك، زي السلمون، ده لو كان عدى اول سنه. ناخد بالنا كويس من موضوع التسنين الاطفال، لان هو بيديني فكره عن نمو وتطور ومناعه الطفل. لو في اي مشكله تخص التسنين على طول ارجع للدكتور بتاعي بسرعه.